La magie est totale. نحن اليوم يوم خاص لأنه يرى عودة سي فؤاد فيلالي، هو أبن هذا المنطقة، وهو اليوم جاء بمناسبة خروج كتابه الذي يروي كل ما قام به من مهام جد إنسانية من كرم لكثير من الأطفال، خاصة الأطفال المرضى والأطفال اليتامى في عدة بلدان. فرأينا من الأجدر أننا نقف أمام هذا الرجل الذي ربما أدى مهمته وأدى أمانته. فؤاد فيلالي ساكن في مونتريال ومن مدينة عزابة. عندي كتاب جديد خرج، وهذا السليبر يجمع حياتي كاملة من عزابة إلى مونتريال. وأنا رئيس جمعية الساحبين الحدود ماجيسيان سون فرونتيير، وكم جي فيزيتي بليزيور بي اترافير لان لو موند نسمي كوم هايتي، الهند، السلفادور، لا كولومبي، لو ليبان، اكسيتيرا اكسيتيرا. اي بي سو ليبر اي ديدي اوز انفون دو موند، اوز انفون بوفر، اوز انفون كي سوفر دو كانسير. جي في mon dédicace à Montréal, j'ai fait mon dédicace à Alger, le salon des livres, Katli Azaba. Donc comme je suis d'Azaba, aujourd'hui c'était le dédicace d'Azaba.